اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترجع المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ونحن في أمن وإيمان وعزة ورفعة وتمكين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية التوحيد عالية يا رب العالمين. اللهم واستعملنا في نصرة الإسلام والمسلمين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد شباب وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين.
اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم جازهم عنا خير ما جازيت به والدا عن ولده، اللهم ومن مات منهم فاجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجميع موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، اللهم أرخي علينا سترك الجميل، اللهم أرخي علينا سترك يا ستير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.